قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اللي تابعنا، كان في أحد مشاهدينا أحد الأخوة طلب مني، بيقول أنا اشتريت المكنة ولقيتها بتسخن مني بسرعة ورجعتها للتاجر وسأل التاجر هو ليه المكنة بتسخن، فالتاجر ما ادالوش الجواب اللي هو الجواب الكافي يعني، تمام؟ فأنا طبعا قلت له هرد عليكم بفيديو إن شاء الله بحيث برضه الناس تستفاد. سخونية المكنة مش عيب، يعني على ضمانتي وانا بقول لك سخونيه المكنه مش عيب. اي مكنه هتلاقيها بتسخن لقيت هنا البوبينه بتلف والشربور بيبقى مقابل عليها، يعني الشربور بيبقى مقابل من هنا ومن هنا، تمام؟ من ناحيه الاثنين كده، وطبعا البوبينه بتلف ففي احتكاك مستمر مع الشربور، فطبيعي ان هي لازم تسخن. انت تزعل منها امتى او تقلق منها امتى؟ لو لقيت مفيش شفط للهواء من هنا، يعني الهواء بيتشفط من هنا يطلع من هنا، الهواء اللي بيتشفط من هنا الفتحات اللي هنا ديت دي بتعمل عملية تبريد للموبينة. لو لقيت ان مفيش شفط هنا او مفيش طرد هنا يبقى انت في الحالة دي المكنة فعلا ترجعها، يبقى كده مروحة الشفط بتاعتها او مروحة التبريد بتاعتها مش شغالة. انت عندك مروحتين اتنين، مروحة قدام ومروحة ورا، تمام؟ اما حته ان هي سخنت، انت لو شغلتها حتى وهي فاضيه من غير شغل من غير اي حاجه 5 دقايق هتلاقيها سخنت، ده شيء عادي، وانا بشتغل بيها 2 أو 3 ساعات متواصل مفيش اي مشكله في حته السخنيه دي، تمام؟ انت تشتغل بيها وكل فتره حاول تريحها، مثلا ايه كل اوضه او اوضتين ريحها 5 دقايق، ريحها 10 دقايق، تمام؟ وحاول ما تشتغلش بيها في وقت يكون الجو فيه حر، هي كده كده بتسخن، بس احنا بنقول يعني يفضل لو الوقت يكون فيه بروده يكون افضل من الوقت الحر. حتى انت بعربيتك، انت عربيتك ما بتسخنش او المكنه بتاعتك ما بتسخنش، بتسخن وهي واقفه مكانها، ده طبيعي. فبرضه تلاقي يفضل دايما انت لما تيجي تمشي بالعربيه تمشي في جو بارد، فهي اي مكنه اي معده لازم تسخن، كومبوسه، صاروخ، شنيور، هيلتي، اي حاجه طبيعي ان هي تسخن. بس طبعا بتفرق في جوده المكنه من الصيني للايطالي الالماني، على حسب البلد الصناعه بتاعتها وان هي مصنعاها ازاي، تمام؟ ولكن هي المكنه الصيني شغاله ممتازه جدا، مفيش فيها اي مشكله. السخنيه دي ما تزعلكش في اي حاجه لان في مروحه تبريد شغاله على طول، بتسحب الهواء من هنا زي ما قلنا، بتسحب الهواء من هنا وتطرد من هنا، تمام؟ فدايما الهواء اللي داخل ده بيعمل عمليه تبريد للموبينه اللي هي جوه هنا. وانت برضه وانت شغال كل مثلا يوم او كل 3 أو 4 ساعات، ممكن مره في نصف النهار هتجيب الكمبروسر المسدس وهتروح نافخ في كل الاماكن دي، تطلع كل الغبره دي وكل العفاضه ده. وفي فيديو انا كنت عامله قبل كده وانا بنضف المكنه وازاي ان احنا بننضفها وكده، دايما خلي الموبينه بتاعتك فايقه عشان خاطر المروحه تبقى شغاله كويس، وقوم تدخل الهواء بتاع التبريد هنا كويس، تمام؟ فانا بقول لك اشتري المكنه اللي انت رجعتها، لا هاتها تاني، المكنه ممتازه جدا والسخنيه دي ما تزعلكش في اي حاجه. قلت لك اللي يزعلك خليك فاكر ان المروحه دي ما تكونش بتطلع هواء او تشفط من هنا، في الحالات دي يبقى فعلا السخونيه هتزيد معاك، اما سخونيتها العاديه هي مش هتزيد،
يعني هي تسخن بس سخنية في هواء داخلها باستمرار فهتتبرد أول بأول. أما لو المروحة مش شغالة اللي قدام أو اللي ورا هتلاقي السخنية بتاعتها هتزيد جدا في الحالة دي فعلا ممكن تتحرق تمام؟ أما السخنية العادية ديت يعني أنت بتحط إيدك عليها بتلاقيها سخنة لكن ما بتلسعش عادي يعني. لكن لو المروحة مش شغالة لو حطيت إيدك عليها كده هتلاقيها بتلسع إيدك لسعة جامدة لأن السخنية بتزيد الحرارة بتزيد عن اللازم تمام؟ فاشتغل المكنة وما فيهاش أي مشكلة وما فيهاش أي عيب والسخونات دي ما تزعلكش كتير. وطبعا السؤال ده برضه ناس كتير كانت بتسأله المكنة بتسخن معاك ولا بتسخنش؟ لا هي بتسخن يا جماعة بس قلنا مروحة التبريد بتبقى شغالة عليها على طول زي الكمبروسة زي أي معدة عندك لازم يكون ليها مروحة التبريد تمام؟ المكنة عملية وكويسة مع المحافظة طبعا إيدك أنت اللي تبقى شغالة بيها هتقدر تحافظ عليها فترة طويلة جدا وبس ده الجواب اللي أنا كنت قلت له هرد عليك. قلت له هرد عليك فيديو بحس برضه ان السؤال اللي بيتكرر تاني يعني مثلا هو سالني السؤال ده في ناس تانية برضه هتسالني نفس السؤال فاحنا حابين تبقى الافادة للكل ونعمل فيديو صغير كده يبقى الجواب ليه ولكل الناس اللي عاوزة مقبلة على شراء المكنة ديت او ان هي عاوزة تشتريها فتبقى عارفة حتة السخونية ما تزعلكش في اي حاجة وما تخافش منهم اي حاجة. وانا سايب لكم سألكم فوضى في كل في قائمة التشغيل في كل الحاجات دي. بالنبه الثاني برضو يا جماعة قررت لكم الصورة اهوت وقلنا هنا في مروحة شفت وقدام هنا في مروحة طرد الهواء بيدخل من هنا يطلع من الناحية الثانية مرورا بالموبينة فبيعمل عملية تبريد للموبينة من جوه تمام؟ فالسخونية اللي هي العادية ما تزعلكش في أي حاجة. أما لو لقيت المروحة اللي قدام مش شغالة أو اللي ورا مش شغالة في الحالة دي ترجع المكنة لأن كده يبقى فيها عيب. لكن السخونية العادية ما تخافش منها وما تحملش همها في أي حاجة لأن دايما في هواء مستمر داخل لها فده هيبرد الموبينة من جوه تمام؟ أما المكنة عملية جدا وممتازة جدا وطبعا على حسب المحافظة بتاعت إيديك ان شاء الله هتستمر معاك وتعيش معاك لاطول فتره ممكنه. طبعا الاستعمال الجيد بيطول من عمر المكنه ويطول من الكفاءه بتاعه الموتور بتاعها. دايما خليها نظيفه نظفها بالمسدس بتاع الهواء ما تخليش فيها اي غبره في كل ناحيه دي كده انا كنت منظفها بس هي فيها غبره بسيطه لان لسه ما نظفتهاش تمام. فزي ما قلت لك السخنية العادية ديت ما تحملش همها اي حاجة بتسخن سواء شنيور صاروخ هيلتي اي حاجة بتسخن سخنية عادية. لكن السخنية الزايدة هي ديت اللي بتزعل منها وهي ديت اللي بتبقى فعلا عيب فيها. فقلنا طبعا السخنية بتيجي من احتكاك الموبينة بالشربون هنا في شربون من ناحية الاتنين اللي هم دولت الاتنين الموبينة بتلف في وسطهم فطبعا في احتكاك مستمر فلازم وشيء طبيعي جدا ان هي تسخن حتى من غير شغل من غير اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش من صالح دعائكم ومتشكر جدا لكل الناس المتفاعله معانا وكل الناس اللي هي بتحب تتابعنا وان شاء الله باذن الله الجاي افضل وكل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله. قد انزل ربي القران للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح.